السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. معكم اسماعيل. الفيديو البارح حطيته على داك الدراري الصغار ديال المخيم ديال انس اللي جاوا الشاطئ ديال جديده. ما شفتش داك الفيديو اللي الصراحه كيشمئز منه بنادم. شفتو دابا غنوريكم منه شي حاجه. شوفوا مزيان، شوفوا خونا، شوف شوف والله يا عشر. الفيديو ما يمكنش تكملوا، ما يمكنش غادي نحبس حد هنا، ما يمكنش تكمل هذا الفيديو. هذا كارثه عظمى بكل المقاييس. خونا في البحر واخذ راحته، كيجر الدري وكيعنقو وكيبوس فيه وتغطى فوطة وسط الملا ما عندوش كسر. سيد ممزكش، ما كاينش هنا. راه انا الفيديو والله يضرني في راسي بزاف، ضرني في راسي بزاف 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 بزاف. راه ملي دخلت البارح ما شفتوش، اليوم دخلت موقع التواصل الاجتماعي لقيتهم بارطاجي، الناس بارطاجيها بزاف. ما دايرين عليه ضبابة على الدري، ما دايرين شي حاجة ما مبينينهاش، حاطين الدراري عادي كيف ما هما. راه والديهم راه غادي يمرضوا، الولاد غادي يمرضوا، ما صالحش. مي هاد البيدوفيل خاصو أقصى أقصى ما كاين في العقوبات، خاصو شي حاجة لخرة. أنا بالنسبة لي كان الإعدام، عندنا أوتوريزي راه خاصو الإعدام، أما تقول لي مؤبد مؤبد قليلة في حقه، وزيد يدخل الحبس وشدو تكرفسوا عليه كيما تكرفس على هاد الدري هذا. راه هاد الشيء ماشي جديد، ماشي أول مرة كيدير لك بحال هكا. اذا راه جميع المخيمات اللي كان كيدير والجميع المدن كان كيدير هاد الافعال هادو، مي الله بغى يفضحو وتفضح هاد المره هادي. ونعاود نقولها، الدري اللي مات العام اللي فات فان السلطات خصهم يفتحوا تحقيق في داكشي ديال الدري الموت ديالو ديال العام اللي فات. ما فهمتش انا كيفاش هاد السيد ما تعاقبش، ما عرفتش هاد السيد كيفاش ما دخلش للحبس العام اللي فات فاش دا الدري وتوفى ليه في البحر، لانه هو كيتحمل المسؤوليه الكامله على السلامه ديال دوك الاطفال. خاصو يتفتح تحقيق وخاصو يكاد عليه التصرفيق مزيان حتى يقر الدري ديال العام اللي فات كيفاش شماش وكيفاش شاء انه غرق في البحر وهو كيعوم في الحدود ديال الدراري الصغار واللي حداه واللي معاه كاملين. الدري اللي مات العام اللي فات انا كنظن وكنشك ان الدري عاقبي وكان بغى يفضحو وهو صفاها ليه بديك الطريقه في البحر وقال لهم حقاره الدري راه غرق. ممكن يكون غرقو، ممكن يكون هو السبب في ان الموت ديالو. الوالدين اللي صافطوا ولادهم مره ثانيه معاه وما عارفين ان السيد عنده سوابق اللي هما ماشي هما هذوك، الوليدات الصغار اللي كانوا حاضرين تما ودوزوا المده معاه ودابا عاد كتخرجوا بالتصاريح وكتقولوا اه لا راه كنا كنشوفوا كيديروا. لا سمح لي، النهار الاول جيتي جديده مع المخيم للدار شي شحال مشي هذيك، غتعيط لوالديك، غتعيط لباك، لامك، لخوك، لاي واحد، غتقول لي جي ديني هادشي راه غير طبيعي، السيده اللي حنا معاها غير طبيعي. اما باش تقلبوا ان غير دوزوا المده وتشوفوا ان كيتعدى على الدراري الصغار وكينعس معاهم في لي شومبر، حنا هادشي شفناه. شنو دار هنا؟ راه مين كان ساد عليه راه عرف الله اش دار في الدراري، غتلقى كيعريهم ولا كيدير فيهم شي مصيبه. هادشي كيضر في الخاطر بزاف بزاف بزاف. راه والله اقسم بالله وجيت خايف على ولادك، صيفطهم في اي رحله كيما بغات تكون، كيما بغات تكون، واخا تكون مأطرة، واخا تكون عندها القانون ديالها والمؤطرين ديالها وكلشي، وليتي غتخاف ان شي واحد وسط منهم غيكون انسان اللي هو غير سوي وانسان اللي عنده شي شدود اللي مريض وغينوض وغيطبقوا على ولادك. سوا تخيل انك كاين بنات اللي غادي معاه، حنا هادو دراري ودار فيهم هذا الشيء، تخيلوا ان بنات اللي غادي معاه في هذه الرحله، اش غيطرى؟ اش غادي يوقع؟ راه نتسناو النتيجه راه باينه شنو هي، وان البنات راه كلهم غيتعدى عليهم، البنات كلهم غيوليو ماشي فيغ، البنات كلهم غيوليو في واحد المرض نفسي من طرف هذا الشخص هذا. راه كوابيس يوليو يعيشوهم بحق ربي، الكوابيس بزاف بزاف. انا الوالدين اللي غيسامحوا لهذا الشخص هذا ولا غادي يطرقوا باش ميبانوش باش ميشوش ولادو شي، راه غادي يتحاسبوا على هذا الشيء اللي دار السيد هذا، لانه كيقولوا انهم ساهموا معاه في هذا الشيء وعاونوا في هذا الشيء. كنتمنى اشد العقوبات للشخص هذا ويغبر فوق الارض، ما بغيناش نشوفوا السيد، ما خصوش يبقى يهضر عليه السجن النهائي. المحكمه تقول لك السيد تعدم، كاش قال اللعيبه ديال لا حنا المغرب لا الاعدام ما نديروش، لا ده خصو يتعدم، لان الا تعدم هذا ما يبقاش يتعاود يدير هذا الشيء. خصو يكون هذا عبره بزاف ديال الاشخاص اللي كيزعموا يديروا هاد الافعال هادو، وبزاف داروا دخلوا الحبسات ضربه ب 10 سنين 15 عام. مي هاد الشخص هذا خاصو تخاد في حقه اقصى ما كاين، اقصى ما كاين. انا هذا الراي ديالي، بارطاجيو الراي ديالكم، انتم شنو بان لكم في هاد الشيء؟
والله لا ليلة يا الله الا الفيديو اقسم بالله ما تقدرش تكمله، والله ما تقدر تكمل الفيديو اللي حتى تمرض، تفرج في فيديو تمرض. ولكن ضد الصفحات اللي بارطاجوا هذا الفيديو هذا كيف ما هو، على الاقل كانوا يديروا عليه ضبابة، ما يكونوش مبينينه، ما يكونش داير شحال من حاجة، لان ما والله ببقى ديما نقول تحية لكم.